أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في صدى أقلام جديد نرصد به أبرز ما كتبت الصحف العالمية والعربية والعراقية، ولكن في البداية مع أهم العناوين. في الهيئة نت اقتحام منزل وسرقة محتوياته شرقي بغداد. في البصائر الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين شرقي غزة خلال اشتباك قرب الحدود. في المدى المفوضية تطلب 2/3 ميزانية الانتخابات البرلمانية لتكرارها في مجالس المحافظة. في العرب اللندنية صراع الأجنحة الحوثية يتجاوز الخطوط الحمراء. في العربي الجديد بيان أمريكي يسرع حل الأزمة السياسية. في الشرق الأوسط الأمين العام للأمم المتحدة يبدي قلقه بشأن الاشتباكات في عدن. الآن إلى المقالات، والبداية بهذا المقال. ماذا ستفعل إيران العراقية لو صح تقرير الدفاع الأمريكي وخرج لها داعش من بين القبور، ولو اضطرت أمريكا إلى مغادرة العراق وتركت فخار الإيرانيين والعراقيين يكسر بعضه، وهل إن البيئة التي أنتجت داعش لم تعد موجودة في العراق؟ الظلم هو نفس الظلم والتهميش نفس التهميش، مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. مقدما ينبغي التنبيه إلى أن بإمكان أي فاعل مجهول فردا كان أو حزبا أو جهاز مخابرات أن يفجر مفخخة أو أن يدبر هجوما إرهابيا أو يطلق قذيفة أو صاروخا تحت جنح الظلام لتنسب الجريمة لداعش، ولأن داعش الحقيقي ليست له مصلحة في نفي هذه التهمة وتكذيبها وإعلان البراءة منها، فإنه يفضل الصمت وعدم التعليق، لأن في ذلك دعاية مجانية لقوته الموهومة وجبروته المزعوم. والحقيقة التي يعرفها الغارقون في علم السياسة ومقالبها ولاعيبها هي أن هناك 4 جهات من ذوات القدرة والحاجة إلى عودة دولة الخليفة المطارد أبي بكر البغدادي أو داعش آخر لا يمت بأي صلة لذلك الذي مات وشيع الإيرانيون والأمريكيون والأتراك والعراقيون جثمانه من زمن بعيد. فإيران لها مصلحة في خلق داعش جديد في كل مرة تحتاج فيها إلى هز العصا الغليظة لردع خصومها العراقيين السنة والأكراد المتحالفين سرا أو علانية مع أمريكا، ولشد من عضد رؤساء مستعمرتها العراقية ووزرائها ونوابها أو لمآرب أخرى. وقد داب الأمريكيون من حين إلى حين على تذكير رؤساء العراق الثلاثة ومن يدور في أفلاكهم بحاجتهم الشخصية إلى الرضا والعطف الأمريكيين المستترين، وبحاجة جيوشهم وقوات أمنهم إلى طيران أمريكا وأقمارها، وإلى إعفائهم من عقوباتها على إيرانهم، وإلى الاستمرار في الإغداق عليهم بسلاحها وذخائرها بالمجان أو بالدفع العاجل الميسر السهل أو الآجل البعيد. وتساءل الكاتب، هل تحققت العدالة والمساواة في العراق ولم يعد الانتماء الطائفي هو مقياس الكفاءة، وانتهى زمن الميليشيات وسلاحها وخلت سجون نور المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي من سكانها الأبرياء، أم أن الظلم هو نفس الظلم والتهميش نفس التهميش والاختلاس نفس الاختلاس والعمالة نفس العمالة، وقاسم سليماني هو نفسه الحاكم بأمره الذي يوزع المناصب والمكاسب والرواتب كما كان وكما سوف يكون. الآن إلى العرب الجديد والمقال المشهور فيها وعن عودة داعش الثانية أيضا، كتب خورشيد دلي في صحيفة العرب الجديد. فقد زاد الحديث أخيرا عن عودة ثانية لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، ولعل جديد التحذيرات في هذا الخصوص كان التقرير الصادر عن معهد دراسات الحرب في واشنطن، والذي يرصد جملة عوامل محلية وإقليمية ودولية باتت مشجعة على عودة التنظيم. الهزيمتان اللتان لحقتا بمسلحي داعش في الباغوز شرقي الفرات في سوريا في مارس آذار الماضي ومن قبل في الموصل العراقية
مكانتان أنهما أدتا إلى انهيار الدولة الإسلامية جغرافياً ومفهوماً، في حين بقي التنظيم يتمتع بإمكانات مالية وأمنية وعسكرية واستخباراتية وإعلامية كبيرة. ولعل التغيير المهم الذي حصل على صعيد آلية عمل التنظيم هو الانتقال من مركزية أبو بكر البغدادي إلى آلية محلية لا مركزية في كل ولاية يعمل فيها التنظيم، وهو ما أعطى قوة غموض لعمل التنظيم وخلاياه. وقد تجسد ذلك فعليا في الانتقال من أسلوب الهجوم الشامل والعلني للسيطرة على المدن والمناطق إلى ما يشبه حرب العصابات. ومن هنا انتشر مفهوم الذئاب المنفردة، أي العمليات التي تعتمد على شخص واحد. ومع أن التنظيم فقد كثيرا من بريق شعاراته الأيديولوجية، إلا أن مؤشرات توحي بأنه ما زال يتمتع بحاضنة شعبية مهمة. وتشجع على ذلك كله جملة الظروف التي تمر بها المنطقة، فاستمرار الصراعات والحروب والفوضى في غياب الحلول السياسية والتسويات، إلى جانب الفساد والظلم والاستبداد والمحسوبية والطائفية، فضلاً عن محاولة بعضهم إطفاء الشرعية على استمرار وجوده كما هو حال الحشد الشعبي في العراق، كلها عوامل مشجعة لعودة داعش. ولعل هذا ما يفسر استراتيجية انسحاب داعش بحسب خورشيد دلي الذي كتب أيضا: انسحاب داعش سيكون خلال المواجهات من مدن سورية وعراقية عديدة كانت تحت سيطرته، تمهيدا للانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة التي يبدو عنوانها العام استنزاف الجميع في معركة الانبعاث من جديد. اعتاد الشعب العراقي على الوعود، فأصبحت كلمة سوف المثل الذي يحمل جمل تندر في الجلسات، فكثيرا ما تتردد كلمة السخرية من وعود الحكومات المتتالية، ليبقى المواطن العراقي حالما بعراق يخلو من الأزمات، معتمدا على الصناعة الوطنية مكتفيا بذاته زراعيا وصناعيا. مقال للكاتب سلام محمد العامري، منشور في موقع كتابات. تخبط واضح لسياسة العراق الاقتصادية، فليس هناك رؤية واضحة في ظل الانفتاح التام الخالي من الضوابط الحكومية لضبط إيقاع الاستيراد، ولا تمتلك الدولة العراقية ضوابط صارمة ولو بنسبة معقولة تجعل المواطن مسيطرا على دخله الشهري كي لا يكون عرضة للنهب من قبل أصحاب النفوذ من المستوردين، وهم المتحكمون بأسعار ونوع المواد المستوردة، فلا نلمس سوى الوعود وسوف هي السائدة. وعدت الحكومة العراقية بتطبيق برنامجها الجديد منذ استلامها مقاليد الحكم لدورة 2018-2022، لتعلن أنها أنجزت نسبة تتراوح ما بين 80-90% من البرنامج، ليتضح بعد تدقيق المعارضة أن تلك الإنجازات كانت على الورق فقط فلا وجود لها على أرض الواقع. والأغرب في تصريحات المعارضة أن مجرد توقيع عقد ما يعتبر منجزاً 1% قبل أن يباشر به، ما أصبح موضوع استهزاء على الساحة الشعبية. أزمة السكن، وهي من الأزمات المستفحلة، صرح السيد رئيس الوزراء أن نسبة الذين لا يملكون عقاراً هي 10% من مجموع الشعب العراقي، مع أنه لا يوجد إحصائية على الواقع تحدد صحة تلك النسبة من عدمها، من خلال دعوة المواطنين الذين لا يملكون عقاراً بالرغم من سهولة تلك الآلية كي ترسم الحكومة خطة واضحة للقضاء على أزمة السكن. الكهرباء الأزمة المرافقة لكل الحكومات، فالواقع يقول إن التجهيز بأفضل حالاته لا يتجاوز نصف يوم. الكهرباء منذ عقدين دون حل، خاصة وأن صيف العراق لا يقل عن 6 أشهر وسط الحالة المالية المتردية لأغلب المواطنين. إلى مقال آخر منشور في عربي 21 وفي مستهله: النهضة في سباق الرئاسيات مغامرتنا من عتاق. مقال للكاتب طارق يقول فيه: رئاسيات بعد الثورة بلا شك،
ليست رئاسيات ما قبلها من حيث صلاحيات الواقع. أيضا تم كسر قداستها وهيبتها بشكل متواصل مع الرؤساء اللاحقين لطبيعة شخصياتهم أو لحقائق توازن القوى المثالية، مثلما كان الحال مع الدكتور المرزوقي وأيضا مع الراحل السبسي. لكن تبقى في المخيلة التونسية العامة مركزا رمزيا للسلطة. تم فتح أفق جديد في تحدي لأحد مسلمات المشهد التونسي، أي مسلمة النهضة غير معنية بواجهة السلطة والدولة. ليس من الصدفة أن المدخل الذي تم اختياره لهذا الأفق شخص غير نهضوي تماما. يفرض مورو صورة الشيخ بلباسه التقليدي بلا شك، الذي كان الجميع ينظر إليه بداية السبعينيات عند انتشار موضة الهيبي واللباس غير التقليدي بين الشباب التونسي. كان يتم النظر إليه كشخص معزول، حتى داخل النهضة يبدو هذا اللباس معزولا وغير سائد، فهو مختلف حتى في مشيخته واللباس الدال على ذلك في الإطار المشهد النهضوي الذي يميل أكثر لنموذج البنا وسيد قطب، أي لباس الغربي المخفف وغير الباذخ وتجنب العمامة والجبة. سيرة الشيخ مورو أيضا، وهو بلا شك مؤسس الإسلام السياسي المعاصر في تونس مع رفيقه راشد الغنوشي، تحيل دائما إلى وضعه المتمرد. هو مؤسس لكن يمثل هوية وخطابا وخلفية اجتماعية مناطقية استثناء داخل السائد النهضوي. كان مورو يأخذ عموما ما وضع التمايز، وخاصة منح التفاوض مع السلطة والمنظومة السائدة وتجنب التوتر مع القوى الإقليمية، وذلك طيلة محطات أزمات التيار الإسلامي بداية الثمانينيات، أزمة حرب الخليج بداية أزمة التسعينات. ولهذا تم النظر إليه من النواة الصلبة للتنظيم بريبة كبيرة وثقة مهتزة. الخطة تبدو على الأرجح حشد أكبر ما أمكن من القاعدة الانتخابية للنهضة في الدور الأول للرئاسية والتشريعية. يتابع طارق الكحلاوي قائلا: نعم، ترشح النهضة للرئاسيات تحد لرمزية استبعادها من واجهة السلطة، لكنه في الواقع أداة لتحسين شروط التفاوض من أجل تموقع أفضل بلا شك. الأرجح ترأس رئيس الحركة للبرلمان، لكن ليس للتموقع في قرطاج أو القصبة، لم يحن الوقت لذلك بعد. الآن إلى مقال لعري برنتاوي منشور في الدستور الأردنية. أنقرة وواشنطن اتفاق على تأجيل الانفجار، مقال للكاتب: الاحتفالية التركية باتفاق المنطقة الآمنة مع الولايات المتحدة يقول إنه جاء مبكرا وسابقا لأوانه، إذ تبين أن نقاط الخلاف الرئيسة بين الجانبين لم تحسم بعد. فالاتفاق حول عمق المنطقة الآمنة وطولها قد جرى التوصل إليه، ولم يتوافق الطرفان حول هوية القوى التي ستتولى أمن هذه المنطقة. مقال للكاتب عري برنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية. الاتفاق كان مهما بل وضروريا لتمكين الطرفين من الهبوط الآمن عن قمم الأشجار التي صعدا إليها مؤخرا، والابتعاد خطوة واحدة على الأقل على حافة الهاوية التي كادا ينزلقا إلى قعرها. لكن مشوار أنقرة وواشنطن للوصول إلى اتفاق بشأن هذه المسائل يبدو شائكا بل وطويلا جدا، ما لم يقرر أحد الطرفين تقديم تنازل دراماتيكي هائل للآخر. كأن تتخلى أنقرة عن مطلبها بتفكيك وحدات الحماية والقضاء على الكيانية الكردية الناشئة، أو أن تقرر واشنطن التخلي مرة وإلى الأبد عن حليفها الكردي الموثوق ورأس حربتها في مشروع ابتزاز دمشق وموسكو وطهران وربما تقسيم سوريا. الأكراد الذين وقفوا على رؤوس أقدامهم لأيام طوال واسترجعوا صفحات مؤلمة عديدة من الخذلان الدولي والإقليمي لحركاتهم الوطنية، عادوا لتنفس السعداء على وقع الأنباء المتلاحقة التي قللت من شأن ما جرى الاتفاق بشأنه. موسكو ودمشق وطهران العواصم الحليفة التي تفاءلت بنتائج القمة 13 لمسار أستانا عادت لتحبس أنفاسها على وقع الأنباء
عن اتفاق تركي أمريكي تعلم العواصم الثلاث أن إتمامه سيعرض مشروعها في إدلب وجوارها لتحديات جمة، سيما وأنه كان ليعطي أنقرة جرعة تشدد فائضة في مواجهة الضغوط الروسية عليها في هذا المحور. الأوضاع شرقي الفرات عادت ليلفها الغموض وانعدام اليقين. ويتابع ريبرينتاوي قائلا: لا يهم من أصدر دمشق بيانا ناريا ضد الاتفاق الأمريكي التركي بوصفه خرقا لسيادتها وتجاوزا على القانون الدولي وعدوانا سافرا عليها، فدمشق من دون موسكو وطهران لن تقوى على فعل الكثير. والأخيرتان وإن كانتا بغير وارد التخلي عن الأسد إلا أن لنظرتهما للشمال السوري حسابات مختلفة عن دمشق، فهي تبقى تفصيلا صغيرا إذا ما قورنت بحجم المصالح الأكبر مع تركيا. الآن إلى آخر المقالات، وهو من صحيفة الشرق الأوسط، وفيه دخلت أسعار النفط مؤخرا ما يعرف بسوق الدببة، وهو اصطلاح لتعريف ما يحدث لأي سلعة إذا هبطت أسعارها بواقع 20%، وبعد أن أصبحت أسعار النفط تتداول في مستويات تحت $60، وهي مستويات الألم بالنسبة للمنتجين، خصوصا مع دخول النصف الثاني الذي تعلن فيه ميزانيات الدول. بدأت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في التحرك لوقف نزيف الأسعار. مقال للكاتب وائل مهدي منشور في صحيفة الشرق الأوسط. رجعت الضبابية إلى السوق حول الطلب بسبب تقرير وكالة الطاقة الدولية التي قالت فيه إن توقعات الطلب هذا العام هشة، وهي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في عام 2008. وبحسب تقرير الوكالة فإن الطلب على النفط في الأشهر الخمسة الأولى نما بصورة متواضعة عند 520,000 برميل يومياً. وأمام هذه السلبية في الطلب، هل ستتمكن أوبك من تصحيح مسار الأسعار ووقف الهبوط؟ في نظري لا أتصور أن أوبك لديها كثير من الخيارات ما دام أن الضبابية حول الطلب مستمرة، ولكن أمامها خيار واحد حالياً وهو تقليص المعروض بأكثر مما هو مطلوب حتى تتوازن السوق ولا يكون هناك نفط إضافي فوق الطلب الهش. ولكن هل تنظر باقي دول تحالف أوبك إلى السوق بنظرة أوبك نفسها؟ لا يبدو هذا واضحا، وسوف نحتاج إلى أن ننتظر حتى الشهر المقبل عندما تجتمع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهناك سوف نرى إذا ما كان التحالف مستعدا للانضمام إلى مساعي أوبك. وقد يكون هناك لبس في أن أوبك تريد رفع أسعار النفط فقط، قد يكون هذا الظاهر، ولكن الأسعار تنخفض بسبب اختلال في ميزان العرض والطلب. في الشرق الأوسط يتابع وائل مهدي: الطلب يضعف أو يضعف مع سياسات الولايات المتحدة تجاه شركائها التجاريين، ولا تستطيع أوبك أن تفعل شيئا سوى أن توازن السوق من خلال تقليص المعروض، وهذا ليس تدخلا في الأسعار بل مواكبة للتغيرات في السوق حتى إن كانت الأسعار هي المحرك الرئيس. الآن إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية بهذا الخبر، حيث عرضت شركة أبل مكافآت تصل إلى $1,000,000 لمن يرصد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني ثغرات في أجهزة آيفون، وهي أكبر مكافأة تعرضها شركة لتوفير الحماية من القراصنة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اختراق الحكومات أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي مؤتمر القبعة السوداء السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس يوم أمس، قالت الشركة إنها ستفتح الباب أمام جميع الباحثين وستضيف برنامج ماك وأهدافا أخرى، وستعرض مجموعة من المكافآت تسمى جوائز لأصحاب النتائج الأكثر أهمية. وجائزة $1,000,000 ستتاح فقط لمن يرصد ثغرة تتيح الوصول إلى نظام تشغيل آيفون عن بعد بدون أي تصرف من مستخدم الهاتف. وكانت الجائزة الأكبر السابقة التي عرضتها أبل تبلغ $200,000 لمن يبلغها عن الثغرات التي يمكن معالجتها بتحديثات البرنامج حتى لا تكون مكشوفة للمجرمين
والجواسيس. الآن إلى خبر آخر. في عام 1979 عثر قرب سواحل تشيلي على سمكة قرش صغيرة من نوع جديد وبشكل فريد لم يرى مثله من قبل، وفي الحقيقة لم يرى مثله بعدها كذلك حتى العام 2010، عندما ألقت بعثة علمية تدرس السلوك الغذائي لحيتان العنبر ألقت شباكها على عمق أكثر من 900 متر في مياه خليج المكسيك للحصول على عينات من بقايا طعام الحيتان، لتخرج في الشباك سمكة قرش صغيرة للغاية. ونشرت دورية زوتاكسا في يوليو تموز الماضي دراسة أعلن فيها فريق من الباحثين بقيادة مارك غريس من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قرش الجيب الجديد نوعاً منفصلاً، وأضاف: أعمل في هذا الحقل منذ 40 عاماً وأستطيع تخمين هوية الكائنات البحرية بشكل جيد، لكن ليس مع هذا القرش. في تاريخ علم المصائد لم يعثر على عينتين فقط من قرش الجيب، كلتاهما من نوع منفصل ومن محيط مختلف، لكنهما يقول تشتركان في شدة الندرة. غريس يضاعف أو يتابع أن وجود قرش كهذا في أعماق خليج المكسيك منذ أزمان سحيقة دون أن يظهر لنا سوى مرة واحدة، إن ظهوره يشير إلى مدى ضحالة معرفتنا بكائنات هذه المنطقة وبالمخلوقات البحرية بوجه عام التي تقطن 70% تقريبا من مساحة كوكبنا. الآن إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام لهذا الصباح، دمتم بخير وإلى اللقاء.